السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الآن مع فيديو جديد. ما نشاهده نبات الدنيبة، هذه نورات الدنيبة وهذه نباتات الدنيبة. هي تتبع العائلة النجيلية، المجموع الجذري كما نشاهد ليفي مثل الأرز تماما، هي تتبع العائلة النجيلية. والدنيبة كما تذكر المراجع العلمية أو الأدبيات الزراعية هي من محاصيل العلف الأخضر النجيلية، على الرغم من أن الدنيبة حشيشة تنمو في الأرز. هذه حشيشة الدنيبة تنمو في حقول الأرز. طبعا هي أطول من الأرز، هذه سنيبلات الأرز أو نورات الأرز، وهذه نورات الدنيبة. الدنيبة نبات يتبع العائلة النجيلية، يشبه الأرز تماما وينمو في وجود الماء مثل الأرز. هذه هي نباتات الدنيبة. هي علف جيد جدا للحيوانات المزرعية، ورغم ذلك يعني ورغم أن المراجع العلمية تؤكد أن نباتات الدنيبة علف أخضر جيد للحيوانات المزرعية. هذه نباتات الدنيبة. الدنيبة محصول علف أخضر صيفي نجيلي يزرع في الأراضي الملحية عادة، يعني أراضي الاستصلاح الحديثة أو الأراضي الملحية يتم زراعتها بالدنيبة، وتقدم علف أخضر للحيوانات المزرعية. والمؤكد أن نباتات الدنيبة تتحمل الأرض المالحة، ولذا فهي تزرع في الأراضي الملحية بشمال الدلتا. كما تزرع الدنيبة كمحصول علف في محافظة الفيوم. مرة أخرى، هذه نورات الدنيبة وهذه نباتات الدنيبة. وهي تنمو في محصول الأرز كما نشاهده. والدنيبة عندما تزرع كمحصول علف أخضر يتم حشها 3 مرات، تعطي 3 حشات علف أخضر للحيوانات المزرعية في العام، مع مراعاة بدء الحش عند بدء تكوين السنابل كي لا يتم تكوين الحبوب وتفرط على الأرض الزراعية. وكما نشاهد هذه نباتات الدنيبة. هي نباتات عشبية حولية تتبع العائلة النجيلية، يصل طولها إلى من 100 سنتي إلى 150 سنتي. والدنيبة أقوى من نباتات الأرز، وسيقانها أغلظ، وورقة الدنيبة ضيقة تشبه ورقة الأرز، إلا أن العرق الوسطي أكثر وضوحا والنصل أغمق لونا. نورة الدنيبة كما نشاهدها عنقودية، يبقى هذه نورة الدنيبة كما نشاهدها عنقودية طرفية ذات حامل سميك، تخرج عليه فروع قصيرة عليها سنيبلات مزدحمة، وبكل سنيبلة زهرتان، السفلى سودائية والعليا كاملة خصبة. وحبوب الدنيبة مغلفة بالعصافات السمراء اللون المدببة القمة. وبذور الدنيبة تباع في المحلات لتغذية الطيور والدواجن، كما تباع لاستخدامها تقاوي للحصول على العلف الأخضر الصيفي. وزراعة الدنيبة تشبه زراعة الأرز من حيث خدمة الأرض وتجهيزها للزراعة، وتنمو الدنيبة في وجود الماء، وذلك مفيد للنباتات ومفيد للأرض لإذابة الأملاح الموجودة بهذه الأرض التي تعاني من الملوحة. مع ملاحظة هذه نباتات الدنيبة، مع ملاحظة أنه يمكن زراعة الدنيبة
بطريقة الري المعتاد، ولكن يجب أن يكون ري غزير إلى حد ما. هذه نباتات الدنيبة التي يمكن أن تقدم علف أخضر للحيوانات، وهذه نباتات الأرز، وهذه نورات الأرز. طبعا الأرز يزرع في وجود الماء كما نعلم ونشاهد، وكذلك إذا أردنا أن نزرع الدنيبة كعلف أخضر، هذه جذور الدنيبة. الدنيبة تتبع العائلة النجيلية الجذر ليفي كما نشاهد، مثل الأرز تماما ولكنها أقوى، الجذر أقوى وأعمق. هذه النباتات هي أغلظ، هذه السيقان أغلظ من الأرز، وهذه النورات الخاصة بالدنيبة. عند زراعة الدنيبة كعلف أخضر يراعى أن يتم حصادها بهذا الشكل قبل أن تنضج البذور. يعني هذه المرحلة البذور موجودة ولكنها لم تنضج، فيجب أن يتم حشها وهي تعطي 3 حشات. يجب حشها وهي في الطور الأخضر هكذا لكي لا تفرط الحبوب الدنيبة. هذه نباتات الدنيبة أغلظ من نبات الأرز، وبالطبع هي تزرع في الأراضي الملحية إنها تتحمل ملوحة، وتزرع كعلف أخضر للحيوانات. طب وبهذه المناسبة، إذا ما دمنا تحدثنا عن الدنيبة، نؤكد أن الأعلاف الخضراء النجيلية عندنا الدنيبة، الذرة الريانة، الدخن، الذرة الرفيعة السكرية، الذرة الشامية أو ذراوة الذرة الشامية. وكل المراجع العلمية تؤكد أن محاصيل العلف الأخضر النجيلية تزرع بمصر بمساحات محدودة نظرا للحاجة الشديدة إلى تخصيص الأراضي لزراعة المحاصيل الأساسية ذات القيمة الاقتصادية الأعلى. مرة أخرى، هذه سنيبلات أو نورات محصول الدنيبة، وهو محصول علف أخضر يزرع بنجاح في الأراضي الملحية ويعطي 3 حشات. عن محصول الدنيبة وعن زراعة الدنيبة كمحصول علف أخضر نجيلي صيفي يقدم للحيوانات المزرعية، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكراً.